ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. جدا جدا جدا، وده سر برضو من اسرار العلاج باستخدام الليمون. انا لما اجي استخدم الليمون استخدمه ازاي؟ حاول دايما تستخدم الليمون مع ابن عمه وحبيبه الجنزبيل. ليه؟ اولا الليمون يا جماعه اما بتيجي تستخدمه بتستخدمه ليمون خلاط. يعني ايه ليمون خلاط؟ الكلمه بتاعت المصريين، يعني تحط الليمونه زي ما هي كده اهو في الخلاط وتحط عليها شويه ميه وممكن تحليها بشويه عسل، حط عليها تقطع عليها الجنزبيل وتضربهم في الخلاط وتتوكل على الله تشرب بالهنا والشفاء. ليه؟ ليه كل العالم دايما تلاقي الشركات الكبيره دوليا بتعمل شاي ليمون مع جنزبيل؟ اشمعنى الجنزبيل بتحط مع الليمون؟ ايه مشكله الليمون العظمى لما الناس بتاخد الليمون يا جماعه؟ مشكله الليمون العظمى ان الناس لما بتيجي تشرب الليمون بيحصل لهم حموضه. طب الجنزبيل بيعمل ايه يا جماعه؟ الجنزبيل بيمنع الارتجاع بتاع المعده، فبالتالي بيعالج الحموضه بتاعه المعده، فبالتالي تشرب الليمون وتبقى مبسوط. اجمل مشروب في الدنيا. او كل ده خد بقى كمان عندك بقى ده كمان الجنزبيل بيقوي المفاصل، ده كمان الجنزبيل كمان بيساعد في حرق الدهون. يعني لا يمكن مشروب صحي غير عادي. وانا انا انا شركات دوليه كتيره جدا بتعمل شاي ليمون بالجنزبيل. ليه السر في كده؟ عشان خاطر الفايده الفظيعه بتاعه الجنزبيل مع الليمون. طب لو انا عندي ضغط دم ينفع استخدم الجنزبيل؟ لا لا. طب ليه ما ينفعش استخدم الجنزبيل؟ لان الجنزبيل عند بعض المرضى اما بيزيد عن حد وبيقلب ضده وبيرفع الضغط. طب انا لو عندي ضغط الدم استخدم ايه مع الليمون؟ انا بنصحك باستخدام القرنفل، بيقوم بنفس العمل وبيمنع برضه الارتجاع بتاع المعده، وفي نفس الوقت بيساعد في انه القرنفل ما بيرفعش الضغط، بالعكس القرنفل من النباتات الطبيه الجميله يعني. طيب ليه يا دكتور احمد انت طلبت مننا النهارده اللي احنا نعمل الليمون خلاط؟ زي ان في اشاعات بتقول اصل انت لما بتضرب الليمون في الخلاط بتتكسر الفيتامينات. ده كلام فاضي، مفيش الكلام الفاضي ده. لو فيتامينات ايه اللي بتتكسر لما انت بتضرب الليمون في الخلاط؟ لا طبعا، ده انت لازم تاخد الليمون خلاط. السر في كده في قشره الليمون يا جماعه. قشره الليمون يا جماعه فيها كميه كبيره جدا 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 من الزيوت الطياره اللي بتمنع تكوين حصوه المراره. وانا لو تشوفوني دايما في الحلقات اقعد اقول يا جماعه انا ضد استئصال المراره، يا جماعه المراره دي لها فوائد كتيره جدا كان زمان مش معروف ان لها فوائد، دلوقتي الوضع مختلف، هي ما هياش مخزن زي ما انت متخيل، لها فوائد كتير، وهبقى اشرح الكلام ده بعدين في حلقه مفصله. ما علينا، المهم يعني القشره الخارجيه بتاعه الليمون دي كلها زيوت، فما انت بتضرب الليمونه في الخلاط على بعضها كده اهو بتتفرقع الغدد اللي فيها الزيوت الطياره، وبتنزل الزيوت فين؟ في الميه، فبالتالي بتصفي وبتصفي كويس جدا كده اهو، وبتشربها بالهنا والشفا. تاخد كمان الفايده بتاعه القشره الخارجيه بتاعه الليمون، وتاخد كمان الفايده بتاعه البكتين اللي يلين لك الجهاز الهضمي اللي موجود في الليمون بكميه ممتازه جدا. انا مش عاوز اي حد بعد ما يشوف الحلقه دي الا يواظب على مشروب الليمون مع الجنزبيل خلاط، او يشرب مغلي او منقوع الليمون مع الجنزبيل لو انت هتجيبه كتيباج او هتجيبه كفتله. يعني لا يمكن بعد الحلقه دي لو شفت كل الفوائد دي وما واظبتش على استخدام الليمون مع الجنزبيل انت اللي هتخسر في صحتك كتير. وتاني انا برجع اقول الليمون مع الجنزبيل ممكن ما يرفعش الضغط للمرضى اللي عندهم ضغط الا بكميه بسيطه، لو انت خدته بكميه كبيره ممكن اللي هو يعمل لك مشاكل. كميه بسيطه ممكن ما يرفعش الضغط، وانت طبيب نفسك وانت هتعرف اذا كان هيرفع لك الضغط ولا لا. لو هيرفع لك الضغط استبدل الجنزبيل زي ما اتفقنا في القرنفل، او خد الليمون لوحده بدون اي حاجه من غير اي شيء، هو برضه هيساعدك مفيش مشكله. لو انت خدته بعد الوجبات ان شاء الله باذن الله تعالى مش هيضرك، مش هيعمل لك حموضه، وهيساعد اللي انت كمان تهضم لانه هيزود حمض المعده، فبالتالي الهضم عندك يكون قوي جدا. اشوفكم على خير، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده في برنامج ببساطه في اسرار العلاج باستخدام ثمره الليمون. شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.